صباح الخير والجمال على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. معاكم النهاردة من برنامج بيقولوا في حلقة جديدة ومختلفة. معاكم أنا ليلى جمال، كل أربع من 12 ل 12 ونص. الإهمال بيموت كل شيء جميل، مقولة واضحة وصريحة وبتحمل معاني كتيرة جدا، لكن قبل ما نتكلم في معانيها خلوني في البداية أرحب بزميلتي ياسمين. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا ليلى، وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير والتفاؤل على كل مشاهدين الصحة والجمال. الإهمال فعلا بيموت كل شيء جميل. خلوني أحكي لكم قصة بتحصل كل يوم وبتتكرر وهتتكرر. واحد وواحدة حبوا بعض والحياة كانت وردية وجميلة ودباديب وخروج وهدايا وحب أفلاطوني جميل، ومش قادرين نستنى لحد ما نتجوز. كافحوا ووقفوا جنب بعض لحد ما اتجوزوا، وكانت الحياة رومانسية جدا واهتمام فظيع بين الطرفين لحد ما اتجوزوا. لما اتجوزوا والمسؤوليات زادت والحياة ابتدت أعباءها تزيد على الطرفين، ابتدى الزوج ينشغل، ابتدى تبقى الحياة فيها روتين، روتين قاتل. بيرجع من الشغل عايز ياكل وينام، ابتدت الزوجة تحس انها مش موجودة، ابتدت احتياجاتها متطلباتها الزوج مش واخد باله منها. ولان طبعا الستات زي ما احنا عارفين مؤمنين جدا بمقولة ان الاهتمام ما بيطلبش، مع انه بيطلب عادي والله، بس هم يعني شايفين ان الاهتمام ما بيطلبش طبعا. بس مش عارفة ليه، مع انه المفروض انه يطلب يعني في حالات طبعا. فما بتقولوش، ما بتقولوش انا عندي احتياجات، ما بتقولوش انا حاسة انك مش موجود، فبتبتدي تنسحب تبعد، تحس ان هي مش متشافة، فبيبتدي الحب يقل، بيبتدي الزوج يحس انها متغيرة، تبتدي الخلافات تزيد لحد ما الحياة بتبوظ. وهنا الاهمال ممكن يوصل البيت انه يتخرب، اه طبعا ممكن يوصل البيت انه يتخرب. فالنهارده هنتكلم عن الموضوع ده اكتر باستفاضه. بس يا ليلى، يعني تفتكري فعلا انه الاهمال ما بيطلبش، الاهتمام ما بيطلبش؟ سوري. بصي، هو انا مش مع فكره ان الاهتمام بيطلب او ما بيطلبش. هو في حالات بتضطري فيها ان انت تطلبي الاهتمام، يعني هي بتبقى خلاص. بس انت زي ما قلتي فعلا ان هو الاهمال بيقتل اي علاقه ما بين اي اتنين. واحنا كمان مش قصدنا بس النهارده ان احنا بنتكلم عن الاهمال ما بين الزوجين، لا، احنا بنتكلم على الاهمال بوجه عام، اللي هو ممكن يكون ما بين الاب وابنائه، ما بين الصحاب، ما بين القرايب، ما بين الام وابنائها. يعني الاهمال شامل كل العلاقات اللي موجوده. صحيح. ولكن طبعا احنا هنتكلم على ده بالتفصيل، ولكن خلونا الاول ناخد فاصل قصير ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه في برنامج بيقولوا بنتكلم عن الاهمال. خلوني قبل ما نكمل كلام على موضوع الاهمال ارحب بزميلتي نسمه. اهلا يا نسمه، صباح الفل. اهلا بيكي يا ياسمين، واهلا بيكي يا ليلى، واهلا بكل مشاهدينا. صباح الخير وصباح السعاده، يوم جديد سعيد على كل مشاهدينا ان شاء الله. خلونا نتكلم النهارده عن اسباب الاهمال، او ايه هو الاهمال الاول. ايه هو الاهمال؟ الاهمال هو احساس طرف من الاطراف بان هو احتياجاته لا تلبى، انه الشخص التاني مش مهتم بيه، ما بيديلوش الاحتياجات المعنويه. احنا بنتكلم هنا على الاحتياجات المعنويه مش الماديه، مش الاكل ولا الشرب ولا الاحتياجات الماديه. بنتكلم عن الطرف محتاج ايه معنويا من الطرف التاني عشان يقدر يبقى مرتاح وسعيد معاه. الاهمال ليه اسباب كتير جدا، يعني في اسباب مقصوده واسباب غير مقصوده. مقصوده يعني بمعنى انه ممكن يبقى الشخص عارف ان الطرف التاني بيعاني ونقصه حاجات، وهو مصمم يكمل في الاهمال. الطرف التاني يلفت نظره، سواء راجل او ست، يلفت نظره ان هو انا مش لاقيك، انا محتاجك، انت ما بتديليش وقت، انت مش بتلبي احتياجاتي. والطرف التاني انا اعمل لك ايه يعني، او انا اعمل لك ايه يعني، انا بشتغل، انا مش فاضي. ده بيبقى مقصود. الشخص عارف ان الحياه بتبوظ ومصمم يكمل، ما بيتغيرش، ما بيشتغلش على العلاقه دي انها تنجح. في اهتمام اهمال تاني غير مقصود، واللي هو نتيجه ان الشخص ده ما عندوش وعي اساسا يعني ايه شريك حياه، يعني ايه البي احتياجات الطرف التاني، يعني احنا اتنين في الحياه مش واحد. ده بيكون مش فاهم، ما ترباش على ده، ما عندوش الثقافه والوعي الكافيين ان هو يبقى فاهم يعني ايه شريك، ويعني ايه ان انا مش لوحدي في الدنيا. الاسباب كتير طبعا، ولكن يمكن الاسباب دي كانت اكتر اسباب محوريه في الموضوع. وده يخليني نسمع يعني اسالك، تفتكري فعلا انه الشخص اللي بيتعامل بانه قاصد يهمل، الطرف التاني يتعامل معاه ازاي؟ هو الحقيقه يا ياسمين زي ما كنتي بتتكلمي، الاهمال سواء كان مقصود او غير مقصود، هو في الاول في الاخر اهمال، وهو شيء غير مقبول، وهو شيء سلبي، شيء بيأثر على اي علاقه، سواء كانت ازواج او اباء واولادهم او اخوات او اهل. الدوائر اللي حوالينا كلها في العلاقات الاجتماعيه اكيد بتتأثر بالاهمال، فالاهمال شيء سلبي وغير مقبول في كل الحالات. حتى الاهمال لو غير مقصود
ممكن يقدر الطرف اللي عنده مشكلة واضطر ان هو ينشغل بيها وفي الفترة اللي هو طاقته نفذت فيها عشان المشكلة دي او عشان انشغاله ده، يقدر ان هو يشارك الطرف الاخر ويقول له الفترة دي انا مضغوط او انا بعاني من ظروف معينة، عشان يقدر يشاركه ويخفف عنه ويلتمس له العذر وما تحصلش مشاكل زي المشاكل اللي بتحصل بعد كده. انا بصراحة ليا وجهة نظر تانية خالص. انا بشوف ان الافورة في كل حاجة بتبقى وحشة، يعني افورة المشاعر، ان انا مثلا واحدة مرتبطة بواحد طول الوقت انا بكلمه انت فين متاحة. انت بتعمل ايه بالظبط، ان انا حياتي كلها واقفة عليه هو بس. فهو مع الوقت هياخد باله بان انا خلاص هو هيتعود، حق مكتسب بالنسبة له ان انا دايما مهتمية بيه، فانا حتى لو انا ما اهتمتش هي هتهتم. فده برضو بيبقى سبب من اسباب الاهمال، ان هو خلاص هو متعود ان انت على طول مضمونه، بقيتي مضمونه بالظبط، وانت اللي قايمه بالدورين. هي العلاقه ما بتبقاش كده، بتبقى ما بين شخصين، فبيبقى المفروض ان كل طرف بيدي على قد ما بياخد من الطرف الثاني. كمان برضو لازم في يبقى فيها فعلا توازن زي ما بتقولي بالظبط. وكمان في نقطه، ان برضو الامهات، في امهات بتربي اولادها كتير جدا على ان على طول في عطاء ما بينهم وما بين ما بين اولادهم، مش مضطره ان هي او مش مستنيه منهم ان هم مثلا يدوها او يبادلوها ده. فمثلا مع الوقت قدام لو هي انشغلت في اي حاجه حتى لو بسيطه جدا بيتهموها بالتقصير والاهمال، ان هي ما اهتمتش بيهم وانشغلت عنهم. فده برضو يدخلنا النقطه تانية خالص، نقطه اللي هي الايه، الانشغال. يعني طبعا زي ما كنت بتقولي ان الانشغال بيبقى مشكله وبيسبب اهمال، بس في فرق طبعا ما بين الانشغال والاهمال. الانشغال لو حصل مثلا من الزوج وبسبب ضغوط الحياه وعمله وحرصه على ان هو كرب اسره ان هو يتحمل مسؤوليته، بتبقى يقع منه حاجات بسبب الامر ده، زي مناسبات اجتماعيه ما بينه وما بين مراته في موضوع اللي هي العلاقات الزوجيه شكليات يوم ميلادها. وطبعا الحاجات دي بتاثر على الستات والبنات بصوره كبيره جدا طبعا. بتاثر جدا على نفسيتنا. ف يعني ممكن الموضوع يكون له حل، حتى لو عمل رساله تذكيريه على التليفون بتاعه الموضوع ممكن يتحل منعا لاي مشاكل ممكن تحصل بعد كده وكوارث. يعني اعرف زوج يعني كان بيخلي السكرتيره تفكره بالمناسبات، وكانت مراته مبسوطه جدا دايما فاكر، وبعدين السكرتيره دي مشيت فما بقاش يفتكر حاجه، يعني هي بقى ربطت، فاكتشفت بعدين ان هو يعني السكرتيره كانت بتفكره بالمواعيد مثلا. ده ربنا معايا، ده مشكلته كبيره ده. في برضو الاهمال لو جينا اتكلمنا عنه بس عكسنا الصوره بقى واتكلمنا عن الزوجه اللي بتكون منشغله بامور بيتها وتربيه الابناء والتنظيف والاكل والطبخ والقصص دي، بتيجي تشوف ان مش من اولوياتها في الفتره اللي هي مهتميه بيها باولادها ان يكون في اولويات برضو للزوج وحقوق لازم ياخدها وواجبات منها لازم تديها له، ولازم طبعا في الفتره دي تبقى عندها وعي كافي، لان ده بيأثر على العلاقه الزوجيه وبيأثر على كل العلاقات وبيعمل مشاكل كبيره جدا، ان الانسان ما يبقاش عارف اصلا احتياجات الاخر سواء رجل او امراه او ام بابنائها او اب بابنائه، وعدم الوعي ده فعلا بيعمل مشاكل. واعتقد ان احنا كده نكون اتكلمنا عن مش بس احنا في صف الراجل، لا احنا بنتكلم على الستات. اه بالظبط، احنا بنتكلم على الستات اللي ساعات برضو بتبقى مهمله سواء في بيتها او في مع اولادها، وبرضه بنتكلم على الراجل اللي بيبقى مهمل في بيته او في اولاده، ودي اهم حاجه احنا بس عايزين نتك على النقطه ديت. لكن انا بشوف يعني في قصص كتيره قوي ان مثلا ايه الستات تقول لك انا خلاص انا اتقفلت منه، انا مش هقدر تاني ادي له فرصه. يعني احنا مثلا بنقعد ندي 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 وفي الاخر خلاص بتقف عند لقطه وخلاص، مع اني برضه بشوف ان الرجاله كتير برضه بتقول نفس الكلمه، لو احنا عملنا اللي علينا فاحنا دلوقتي ماشيين ومش هنندم، يعني احنا خلاص ماشيين واحنا مطمنين ان دي ايه، يعني خلاص ده اخر حاجه انا مش عارف اعمل لها حاجه تاني. فبرضه ده بيأثر على الاولاد بشكل كبير جدا، فيعني بيخلينا الاولاد بقى موضوع الاولاد ده مهم جدا الليله بصراحه. جدا صعب جدا، لانه الاولاد اللي بتهمل سواء من الام او الاب. احنا النهارده مش بنقول ان الزوج بس اللي مهمل، يعني في كمان يعني في ستات مهملين مش عارفه يعني ايه برضه تهتم بجوزها، عندها اولويات تانية. مش بنتكلم طبعا على الام العامله اللي عندها مسؤوليات وشغل واعباء حياه زيها زي الراجل، لا احنا بنتكلم على اللي هي مش فاهمه يعني ايه اهتمام معنوي بالزوج برضو او ببيتها او بولادها، عشان هي عندها اولويات تانية مش مهمه قوي. يعني ممكن تكون بتفضل اصحابها مثلا،
بتفضل الشوبينج، سايبه الولاد للناني طول الوقت وسايبه البيت، او بتفضل تحقيق ذاتها وعايزه تثبت وجودها وتيجي على بيتها وعلى اسرتها، مش قادره توازن، مش قادره توازن. وبرده برده ساعات بتبقى قاصده، يعني هي عارفه ان الدنيا بتبوظ منها وبرده مكمله، يعني اولوياتها نفسها في الاول. الولاد بقى في النص هي اللي بتضيع. لو بنتكلم على الاولاد يا ليلى، زي ما انت اشرتي النقطه دي مهمه جدا على فكره، انه الولاد بقى لما بتطلع في بيت مهملين فيه، هم كمان، ما احنا هنرجع بقى نعيد الدايره من الاول، ما هم هيطلعوا مش فاهمين ولا عندهم وعي يعني ايه اهتمام، يعني ايه يعني ايه في طرف ليه اولويه في الحياه. فهو خلاص متعود انه مهمل، فبالتالي لما هيكبر وهيرتبط ويبقى في شريك في حياته هيهمله برضه، لان هو نفسه كان مهمل. دي حقيقه فعلا. لو رجعنا ورا هنلاقي ان نفسيا هو كان مهمل، فبالتالي الدايره بتفضل تستمر، هينقلها لشريك حياته، هينقلها لاولاده، ومش هنخلص. فطبعا الولاد بيتضروا. طبعا لما بيطلع في بيت في وسط ام وابا مش مهتمين ببعض، هو ده الرساله اللي احنا بنصدرها له. دي حقيقه فعلا، وده بيأثر على العلاقه الاسريه وبيعمل توتر وبيخلي الزوج والزوجه يوصلوا لفتور عاطفي، وكمان بيحصل ما بينهم مشاكل، والمشاكل اللي بتحصل ما بينهم دي بتأثر طبعا على الولاد زي ما كنا بنتكلم، وبتأثر على الاسره وبيحصل فيها تفكك، واحيانا بيحصل طلاق وبيحصل تاخر دراسي للابناء نتيجه عن ده، وكمان بيؤدي ان الاطفال دول بيبداوا بقى يلجأوا يدوروا على حنان وحب بدل اللي الام والاب يعني يعوضوه عن اللي الام والاب ما ادهالهمش. بتبقى حاجه صعبه طبعا ان انت تلاقي حنان غير حنان الام والاب. طبعا بيحصل بقى انحراف، انحرافات بقى، وتبقى انهيار للاسره بالكامل، ونبتدي بقى نعالج في مشاكل نفسيه للابناء دول، وبالتالي بتحصل كمان مشاكل مجتمعيه بنبتدي نعالج فيها، وده كله نتيجه للاهتمام اللي كان المفروض يتاخدوا الزوجة أو ياخدوا الزوج أو ياخدوا الأبناء، اللي الإهمال سبب عنه مشاكل وكوارث، مش مشاكل بس. طبعا طبعا احنا برضو هنتكلم في الموضوع باستفاضة أكتر، ولكن هناخد فاصل صغير تاني ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل مرة تانية، وأهلا بيكم. احنا طبعا لسه بنتكلم على موضوعنا اللي هو الإهمال. احنا طبعا اتكلمنا في الحلقة بتاعتنا عن ايه معنى الاهمال، وايه اسبابه، وايه الاضرار اللي بتنتج عن الاهمال، وايه كمان النتائج اللي احنا بنوصل لها. وطبعا دي حاجة احنا ما بنبقاش حابين ان احنا نوصل لها خالص في حياتنا او في اي علاقة ما بين اي اتنين. فمن هنا احنا المفروض ان احنا نقول مثلا، ننصح الست مثلا في انها تخلي بالها من نفسها، تحاول توازن ما بين البيت وما بين الحياة الاجتماعية وما بين زوجها. برضو انها تبقى واخدة بالها ان العطاء الزيادة بيبقى حاجة وحشة جدا، فكل حاجة بتبقى في الوسط كويسة. وبرضو ننصح الرجالة ان هم يوازنوا ما بين الشغل وما بين الزوجة والاولاد، لان بتبقى مشاكل كبيره قوي كمان من ناحيه الاب بالنسبه للاولاد، لان هي بتبقى يعني بتبقى فجوه ما بينهم وصراعات وخناقات لما بيبداوا يكبروا شويه. فاحنا عشان نتفادى كل ده، يا ريت ان احنا نبدا نوازن ما بين العلاقه ما بين الراجل والست، وما بين الراجل وابنائه او الام وابنائها. بس ممكن نتكلم في ايه تاني؟ فعلا التوازن مهم جدا 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 في العلاقات زي ما كنا بنقول. وبالنسبه للعلاقه بالذات ما بين الاباء والابناء، لازم يبقى فيه اهتمام بان ولادي دول في اعمار ايه، وفي ايه هي المراحل التعليميه اللي هم فيها، ايه هي احتياجاتهم النفسيه، مش بس احتياجاتهم من اكل وشرب، لا، في احتياجات طبعا قويه جدا معنويه وعاطفيه لازم نكون ملمين بيها، سواء عندي بنات او اولاد. بس بيبقى طبعا في مع اختلاف، بعرف احتياجات بنتي ايه واحتياجات ابني ايه، وخاصة ان البنات والستات بتبقى احتياجاتهم العاطفية أكتر من الاحتياجات بتاعت الرجال، وخصوصا كمان من ناحية الأب، يعني خصوصا البنات من ناحية الأب بتبقى ليهم علاقة كده مميزة جدا، علاقة قوية وعلاقة بتبقى صعب طبعا جدا لو الفجوة دي حصلت والأب ما لحقش الموضوع من أوله، بيبقى خلاص كده. فلازم الأب والأم يكونوا على دراية كاملة جدا بإيه هي احتياجات ولادي، وإيه هي احتياجاتهم طبعا واهتماماتهم، عشان أكون مصاحبهم وأكون قريب منهم، وتبقى في علاقة قوية. لأن العلاقة دي لو مش موجودة ومفيش اهتمام وحصل إهمال، بيحصل بعد كده إن هو يدور بره البيت على حد يكون مصاحبه، حد يهتم بيه، وحد ما يهملوش. وده طبعا بيؤدي زي ما كنا بنتكلم لمشاكل بعد كده. وبالإضافة
اضافه كمان لنقطه مهمه، انا بهتم بالطرف الثاني في العلاقه ايا كانت العلاقه، بس لازم اكون حريص ان انا ادي واخد بتوازن، ولازم ابقى عارف وعلى وعي باحتياجات ايه اللي قدامي، مش بديله وشايف ان انا بديله ومانيش عارف اصلا احتياجاته ايه. الاحتياجات ان انا اكون عارفها بتاعه الطرف الثاني ده شيء مهم جدا جدا جدا، وبيؤدي الى نجاح العلاقه. مش بس انا بدي وخلاص، لا، بدي اللي هو محتاجه مش اللي انا شايف ان هو عايزه. بالاضافه طبعا ان الاهتمام، لما كل ما يكون في اهتمام ما بين الافراد في علاقاتهم، كل ما كانت العلاقات دي انجح، وكل ما كان الاسره ناجحه، وكل ما كان المجتمع افضل، وكل ما كانت حياه الانسان افضل وحياته اسعد. غير كده كمان عشان خاطر يعني ليه نبوظ علاقاتنا بالناس عشان حاجه ممكن نحلها يعني بشويه اهتمام بسيط جدا يعني. ده بقى انت كده هتنقليني بقى نقطه، انا عايزه اقول يعني حاجه مهمه جدا لكل الستات يا جماعه، الاهتمام بيطلب والله، يعني ما فيش حاجه اسمها الاهتمام ما بيطلبش. انا مش عارفه مين اللي بيصدر لنا الافكار الغريبه. هو الاهتمام بيطلب بشروط يعني، لا ما لازم يطلب بشروط. انا مش شايفه ان في اي غضاضه او حرج في ان انا لما احس ان في طرف منشغل التاني يقول له يلفت نظره، ايه المشكله؟ او يحسسه بخطوره انه الاهمال هيؤدي لايه. ما ينفعش الست تفضل ساكته ومستنيه. على فكره سيكولوجيه الراجل ساعات عايزه توجيهات مباشره، يعني اللي هو انا متضايقه من كذا، لكن فكره اصلك لو مهتم كنت عرفت. لا، مفيش حاجه اسمها، هو مش هيعرف. على هو فعلا احيانا الراجل يعني بيبقى مش فاهم سيكولوجيه الست وازاي اقدر اتعامل معاها، بس بيبقى فيه من الاول من البدايه كده، لما الزوجه تلاقي ان زوجها مثلا مش بيفهم قوي في التعامل مع الانثى، يعني لازم ان هي تبتدي تلفت نظره وتقول له انا بيعجبني كذا، انا بحب كذا. لو حصل للاسف ان هو مش عايز يستجيب، يبقى في الحاله دي بقى خلاص هي قالت وعملت اللي عليها، وهو حر ويتحمل العواقب. صحيح. طبعا الكلام عن الاهمال والاهتمام لو قعدنا نتكلم فيه للسنه الجايه مش هنخلص، لانه بقت مشكله موجوده كتير قوي بينا دلوقتي. محتاجين وعي اكتر، محتاجين نثقف نفسنا في الموضوع ده اكتر، محتاجين نشتغل على العلاقات يا جماعه كل الاطراف، محتاجين نتعب شويه عشان العلاقات تنجح. العلاقات ما بتنجحش كده من الهوا. يا رب نكون كنا خفاف عليكم النهارده. هنختم معاكم حلقتنا النهارده، واستنونا الاربع الجاي نص ساعه من قبل الميعاد ده. ان شاء الله هنشوفكم الاربع تاني برنامج الاربع الجاي في برنامج بيقولوا. تصبحوا على خير، او باي باي.